بك يا رب. يعني ايه الكلام ده يا كبير؟ عمليه. سفراء المتعة على مائدة الدراما الرمضانية في التاسعة مع يوسف الحسيني، الفنانة عايدة فهمي. أنا بنت المسرح وبنت المسرح الكوميدي. نتتبع رحلتها من المسرح للسينما حتى رست مواهبها على شاطئ جزيرة غمام وخطفت قلوب المشاهدين في دور مليحة. كم يس السما؟ لا. الفنانة ليلى عز العرب سامانتا. أنا ولا أعرفهم أصلاً. مديرة البنك التي جذبتها غواية الفن إلى تألق جديد في مسلسل الكبير أوي. الفن ده حاجة عظيمة جداً. الفنان هشام إسماعيل. نجل عيون مهرجان المزاريط الدولي. بهجة رمضان المتجددة وإطلالة خاصة بتفاصيل جديدة مع شخصية فزاع. قبلت خيرك سمارت هومز. وظهور مغاير في الاختيار. أخبارها إيه الأسماء سيادة؟ كيف رقص على حبال الشخصيات المتناقضة في وقت واحد؟ كبير جزء من تركيبة الشعب المصري خلاص. والفنانة نغم صالح. سافر حبيبي وداخل ليلي. الصوت العذب والمقام الموسيقي النابض بالحيوية. التاسعة مع يوسف الحسيني، الليلة في العيد على قناة مصر الأولى.